السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده محسن الكيك أو بديل محسن الكيك بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهيطلع معاكي الكيكة هشة وخفيفة جدا، وتقدري ان انت تعملي المحسن ده هو يعني في جميع انواع الكيك، يعني حتى كيكة عادية او كيكة اسفنجية هتعملي المحسن ده هو وتحطيه فيها، هيخلي معاكي الكيكة جميلة جدا. وعايزة برضو اقول لكم على حاجة برضو، يعني قبل ما ابدأ برضو الفيديو، لان انا هوريكم الطريقة عملي وازاي اللي انا يعني ازاي انا بستخدم المحسن ده هو في خليط الكيك، وازاي اللي هو يعني هوريكم برضو ازاي اللي هو طلع معايا الكيكة هشة وجميلة. كنت لسه منزلة في فيديو ومستخدمة فيه المحسن ده هو في قلب الكيكة وجميل جدا، وحبيت برضو ان انا اعمل فيديو مخصوص ليه هو عن للمحسن ده هو، عشان برضو ايه يعني تستفادوا يعني تستفادوا بيه، يعني لان الطريقة ديت جميلة جدا. عايزة برضو ان انا اقول لكم بقى على حاجة قبل ما ابدأ ونشوفوا مع بعض الطريقة خطوة بخطوة. يعني ساعات برضو لما باجي اعمل حاجات في قلب المطبخ ببقى محتاجة بيكنج باودر. البيكنج باودر يعني طبعا ما فيش اي ست بيت بتستغنى عنه، يعني بتستخدميه في الحلويات او في اي مثلا او في اي مثلا معجنات بتدخليه فيه، او مثلا بتعملي خلطة كرنبيت بتحطيه فيه. يعني المهم اللي هو بيبقى ليه استخدامات البيكنج باودر، طبعا ما حدش يقدر ايه يستغنى عنه، بس ساعات بتصادف معايا ويعني مش بيبقى عندي مثلا ايه بيكنج باودر. ساعات ببقى قاعدة لوحدي، يعني ما فيش حد يجيب لي بيكنج باودر. ساعات اولادي يكونوا مثلا في الدرس او كده يعني. يعني المهم يعني اللي انا ايه هقول لك ازاي انت تتصرفي وتستخدمي يعني مكون واحد بس هتستخدميه بديل البيكنج باودر، وده موجود في كل بيت، يعني ما فيش بيت ما فيهوش المكون ده هو، وهقول لك عليه. هو ده اللي انا برضو هعمل بيه المحسن معاكم النهارده، بس هقول لك بقى ازاي اللي انت تستخدمي المكون ده هو. المكون ده الاساسي هو اللي هيبقى الكربوناتو. الكربوناتو طبعا ما فيش اي بيت يعني ما فيهوش كربوناتو، فبس الكربوناتو بيبقى مفعوله اقوى من البيكنج باودر، يعني المفعول بتاعه اقوى من البيكنج باودر 4 مرات. فعلشان احنا يعني هقولك ازاي اللي انت تستخدميه ويعني ويطلع معاك الحاجة مظبوطة ومية مية، يعني ربع معلقة من الكربوناتو يعني بتساوي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الكربوناتو يعني بتساوي معاكي معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، يعني كده يعني. يعني لان هو مفعوله قوي جدا، يعني زي ما قلت لكم المفعول بتاعه يعني اقوى من البيكنج باودر يعني 3 4 مرات. فعشان كده لازم اللي انت لما تيجي تعملي اي حاجة تستخدميه فيه تقللي الكمية. في برضو حاجة هنا، المكون معانا هيبقى في المحسن اللي هو الكربوناتو والخل. خل بقى ايه، انا عندي خل تفاح، ممكن تستخدمي خل ابيض عادي. لو انت مثلا بتعملي الكيكة هتستخدمي المكون، هتستخدمي ده كده نص معلقة هتستخدميها في الكيك، يبقى معلقة كده نص معلقة، نص معلقة صغيرة كربوناتو على معلقتين ايه خل، وبتقلبيهم مع بعض، وبعد ما بتخلصي خليط الكيك بتحطيهم ايه مع بعض. وده كده هنشوفه برضو ايه، هنوريه لكم ايه عملي في قلب الفيديو. وفي برضو حاجة كمان، عشان برضو اقول لكم برضو معلومة تانية، لو انت بتعملي خلطة الكرنبيت وطبعا بتحتاج بيكنج باودر، لو ما عندكيش مش هينفع ان انت تضيفي الخل، لا، لان الخل لو انت ضفتيه، لو حطيتي الخل مع الكربوناتو يعني ربع معلقة كده صغيرة من الكربوناتو هتضيفي عليها يعني عصير كده ايه، يعني نص ليمونة كده اهوت، وبعد كده ايه تضيفيهم على خليط الايه خليط الكرنبيت اللي يعني لو انت بتعملي الكرنبيت بتحمريه وعملتي الخلطة، يبقى كفاية ايه يعني ربع معلقة كده اهوت على يعني وتدوبيها وتدوبي الكربوناتو على نص عصير ليمونة عشان يتفاعل، وبعد كده تضيفيه بقى على الخلطة بعد ما تكوني ايه قلبتيها مع بعضيها.
طب انا ليه مثلا، ليه بقول لك ما تضيفيش الخل بقى، ما تقلبيش الكربونات مع الخل مع خليط الكرنبيت او اي حاجه بتتحمر في الزيت، لان انت لما تيجي لو انت دوبتي الكربوناتو مع الخل هيتفاعل، بس لما تيجي تحطيه مع الخليط اي حاجه بقى، اي عجينه بتقلي فيها زي الكرنبيت او اي حاجه تانية مش هينفع لسبب، لان الخل هيخلي الحاجه وانت بتاخديها بتقليها، يعني على مثلا هتعصي الكرنبيت بالخلطه وهتيجي تقليها بقى في الزيت بعد كده، هتلاقي الكرنبيت لزق في يعني في الحاجة اللي انت بتقلي فيها في المقلاية، هتلاقيه لزق كده من فيها، وهتقعد يعني هيعذبك وهو بيتحمر يعني. فهو يفضل ان انت تضيف الكربوناتو مع يعني ربع معلقة من الكربوناتو مع عصير نص ليمونة، وتضيفيهم على خلطة الكرنبيت او اي حاجة بتتقلي ايه في الزيت، ماشي كده حبايبي؟ انما خليط الكيكة، يبقى الكيكة هتدخلي معاها الخل او هتدخلي عصير ليمون عادي يعني بس هو لو عندك خل يبقى حلو يعني، بس هو الاتنين يمشوا يعني في خليط الكيك عادي يعني. وده كده هنشوفه بقى مع بعض دلوقتي عملي حبايبي، وحبيت برضو ان انا اوضح لكم بس الايه حتة اضافة الخل مع الكربونات وفي خليط الحاجة اللي بتتقلي في الزيت بلاشها، عشان زي ما وضحتها برضو، عشان ايه بيخلي الحاجة تلزق في اي حاجة بتقليها، هتخليها اللي هي تلزق في المقلاية بتاعة الزيت، وده طبعا ايه عن تجربة طبعا، عشان كده حبيت ان انا ايه اقول لكم برضو المعلومة ديت ايه في الفيديو. يلا بينا حبايبي نشوف بقى الايه الطريقة، طريقة عمل محسن الكيك، نشوفه مع بعض خطوة بخطوة، وتقدري تعملي بيه الكيكة العادية، تقدري تعملي بيه كيكة الاسفنجية، هيخلي الحاجة معاكي اي كيكة بتعمليها هيخليها هشة وخفيفة جدا. يلا بينا حبايبي نشوف الفيديو سوا. نعمل مع بعض كيكة اليوسفي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطريقة دي يمكن تكون مختلفة شوية بس بتدي شكل جميل جدا لما بتيجي حتى تقدمي يعني الكيكة كده، هو بيبقى منظرها تحفة. فالنهاردة هوريلكم الطريقة دي يعني بمكونات بسيطة جدا جدا، هنضرب المكونات كلها ايه في قلب الخلاط، وهنشوف مع بعض هنحتاج لإيه. هنا حبايبي هنحتاج لصينية كده طويلة أو مدورة على حسب ما انت عايزة. أنا هنا كنت جايبة كيلو كيلو ونص يوسفي، فهنقعد بقى بعمل ايه، بقشره وبقسمه نصين، وبعد كده ببدأ بقى ايه اللي أنا أطلع منه البذر كده يعني بالسكينة كده اهوت، وبتبدأي انت تطلعي منه البذر، وبدل الصينية ديت زيت، وببدأ اللي أنا أرص كده زي ما احنا شايفين اهيت. هنقعد بقى حبايبي ده كده بالنسبة للصينية، طبعا لما بنيجي بقى نحط عليها خليط الكيك وتيجي يعني بتيجي تقدمي بقى حتة الكيكة كده في طبق، فبيبقى منظرها جميل جدا. نشوف مع بعض بقية المكونات. هنا حبايبي معايا كوباية سكر كبيرة، وهنا معايا كوباية عصير يوسفي. الكوباية ديت بتاخد نص كيلو سفندي يعني بتعصريه، وسفندي صافي معلهوش مية ولا عليه أي حاجة، فدي كوباية كده اهوت عصير يوسفي مركز، دي كده بتاخد نص كيلو. وهنا حبايبي معايا كوباية زيت، هنا معايا كوبايتين كبار دقيق، وهنا معايا بشر القشر السفندي، بتاخديه كده بتعمليه بالمبشرة، وبتاخدي ايه البشر بتاعه يعني زي معلقة كده ايه كبيرة، اللي هو القشر اللي طالع من ده كده، فانا خدت منه شوية مش كله طبعا، وبشرت يعني خدت ايه حوالي كده ايه معلقه كبيره ايه مليانه، بتدي طعم جميل جدا. فحبيت ان انا كمان ازود فيها البشر كمان يعني، عشان هي كيكه اليوسفي، فحبيت بقى ان انا ادخل فيها ايه العصير والبشر وكده، هتبقى جميله في الاخر. هنا معايا 2 بيضه كبار، ولو بيض مثلا البيض الاحمر الكبير، بس انا كان عندي حجم البيضة كان كبير فاستعملت 2. ممكن انت لو عندك البيض صغير شوية استعملي ايه 3. هنا بقى هنيجي بقى ده كده حبايبي، ده كده ايه يعتبر محسن
للكيك، يدي الكيكة كده، تخلي الكيكة معاكي هشة وجميلة. فده ممكن تعمليه في أي كيكة، يعني مش في دي كمان بس، أي وصفة انت بتعمليها، أي وصفة كيكة حطي فيها المكون ده، هو هيدي لها يعني، هيخلي الكيكة معاكي هشة وجميلة وخفيفة. معلقتين خل، لا الخل ده ما عندي، خل تفاح، ممكن تستعملي خل الأبيض العادي، ونص معلقة كده صغيرة كربونات، وهنستخدم كيس بيكنج باودر. دي كده المكونات كده ايه معايا حبايبي اهيت. وهنا بقى الخلاط اهوت اللي هضرب فيه الحاجات دلوقتي، بقى هثبت التليفون عشان ايه ابدأ ان انا ايه اشتغل دلوقتي يا حبايبي. هبدأ بقى ان انا احط كده السوائل في قلب الخلاط، هضيف البيض ده عشان اعمل الكيكة. انا مولعة الفرن دلوقتي، انا مجهزة كل حاجة، لازم كل حاجة كده بتجهزيها. وأول حاجة أنا جهزتها الصينية وولعت الفرن كده يعني، فعشان أضرب خليط الكيكة أصبه في الصينية على طول. هنا أنا حطيت البيضة، أحط بقى السكر، وهنحط إيه كوباية مليانة من عصير اليوسفي اللي هو المركز، وهنضيف نص كوباية الزيت. بس كده هضرب بقى الخليط ده كده مع بعضه. هوقف بس حد السكر معايا ما يدوب بقى. كده حبايبي انا ضربت كده الخليط كده مع بعضه، هبدأ بقى انا اجهز اللي يعني اللي دي كده انا نخلاه، فهضيف عليه بقى الايه بيكنج باودر، وكنت حاطه هنا رشه ملح برضه على الدقيق. هبدأ ان انا اقلبه. طبعا انت بتعايري خليط الكيكه كله بنفس الكوبايه، هي نفس الكوبايه اللي انا قلت شايفينها دي كده، دي اللي انا حاطه برضو زيها كوبايتين كبار دقيق هنا اهوت، فلازم تعايري بنفس الكوبايه. هنا بقى انا هنحط بشر السفندي كده اهوت مع الدقيق. وهقلبه كده اهوت مع الدقيق عشان ايه يختلط كده معاه. اخر حاجه اللي هو البديل اللي هو المحسن الكيك ده هوت، اللي هو بديل المحسن، اخر حاجه هضيفه كده بقى. هبدا ان انا انزل بالخليط ده هوت. حطي اخر حاجه انت كده هقلبهم بقى كويس لحد الدقيق ده ما يعني ما يختلط ايه كله. هوقف وارجع تاني. كده حبايبي انا قلبت كده اهو شويه لحد الدقيق ما اختلط اهوت معايا، شايفين القوام اللي طبعا اللي هتشوفوا طبعا فيه كتل كده اهوت، الكتل ديت اللي هي البشر. كده انا قلبت كده خلاص كويس، هبدأ بقى ان انا ايه معايا سلطانية كده فاضية، هبدأ ان انا احط فيها معلقتين الخل عشان طبعا هو هيحصل يعني فوران دلوقتي، وهبدأ ان انا انزل عليها. شايفين؟ نعم واضح يعني. طبعا الفوران ده هوت ده اللي بيخلي الكيكة تطلع معايا ايه هشة. واضح؟ شايفين؟ ما بقاش حتى الخل ما بقاش سايل، بقى يعني كله رغاوي كده. فدلوقتي انا هنضيف ثانية.
اي كده بقى محتاجين. خدي لها صورة عشان انزلها في المنتدى. بس خلاص عشان احطها تمام ماشي. كده بقى هنضيفها يا نعوض حبايبي واقلبها بقى ايه على خليط الكيك. زي ما قلت لكم ممكن تستعملي خل ابيض عادي، بس انا يعني ايه لما بيبقى فيه تفاح عندي كنت بجيب ازازتين ثلاثة خل كده وفي قلبه برطمان، واي تفاح بقى الرواق بيطلع فبحطه فيه، فبستعمله بصراحة في اي حاجة باخد منه بقى وبستعمل. بس انت عندك خل عادي استعمليه كده. خلاص الكيكة خلصت كده معايا، هبدأ بقى انا احطها. شوف الحاجات دي الاول. كده يا ندى صوري بقى كده دي. ماشي كده بقى انا هنصب ايه خليط الكيكه. طبعا الصينيه انا كنت زي ما قلت لكم انا دهناها في الاول خالص زيت، وايه وواخده كل سفندايه مقشراها وقسمها نصين، وتطلعي البذر كويس عشان السفندي بيبقى كله بذر، فبتطلعي البذر انا بطلعه يعني بالسكينه كده وبقوم مطلعاه عشان اتاكد ان هو ما فيهوش خالص. الفرن بقى عندي والي دلوقتي، هدخلها لحد ما الكيكه تستوي كده معايا، وبعد كده نرجع تاني واقول لكم بقى ايه شكلها. هوقف بقى دلوقتي ونرجع تاني. دلوقتي يا حبايبي انا لسه مطلعه الصينيه كده من الفرن، وشايفين شكلها جميل ازاي؟ هي لسه سخنه شايفين حبايبي. والمحسن الكيك اللي انا عملته اللي هو نص معلقه صغيره كربونات ومعلقتين خل، شوفوا خلاها يعني بيخليها خفيفه وهشه جميل جدا. تستعملوه في اي وصفه كيك بتعملوها، ضيفوا اللي هو البديل المحسن الكيك دهوت، هيخلي الكيكه معاكم جميله جدا زي ما احنا شايفين النتيجه اهيت. انا المفروض ان انا اسيبها لحد ما تبرق ده، وبعد كده ابدا ان انا اقطعها، بس انا يعني ايه يعني هحاول كده، هي لسه برضه مسكه الحته، هحاول ان انا ايه يعني بالسكينه كده اهوت واسلك الاطراف الاول. لا ولو انها سالكه اساسا بس برضه ايه يعني زياده تاكيد برضه عشان لما اجي اطلع خرطه الكيكه تطلع معايا بسهوله. هنا بقى احاول ان انا ايه اقطع كده بالطول الاول. لا المفروض اللي هي كل واحدة تطلع بس كده. المفروض اللي انتوا لما تيجي تعمليها سيبها لما تبرد خالص وبعد كده تقدميها.
بس انا يعني هحاول برضو، لان انا ايه عايزه انهي الفيديو، لان يعني انا بعملها بالليل، وطبعا ابني مش هيستنى، عايز يعني يذوقها قبل ما ينام. شايفين جميلة ازاي؟ ايوه تحفة. عشان انا قلبتها بس عشان اوريكم شكلها. طب ماشي. تمام، معلش الفيديو هتلاقيه وقف، هتلاقوه بس وقف في النص. علق معانا خلاص كده. هي كده اهوت بقى ايه يعني بتقدميها كده اهوت. ممكن تقدميها يعني ممكن تقدميها زي ما هي كده، او ممكن تقدميها كده اهوت ويبقى الشكل السفندي كده اهوت من فوق كده اهوت، يبقى باين، بيبقى شكله جميل جدا. نعم هي بتتقدم كده واضحة. انا بقى ايه اجيب كده التليفون عشان اوريكم برضو. شايفين حبايبي شكلها؟ شايفين العجينة هشة ازاي؟ يعني اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بالطريقه. طريقه سهله وبسيطه تقدري ان انت تعمليها بكل سهوله، وزي ما احنا شايفين كده اهوت يعني الطعم، يعني الطعم بتاعها جميل جدا، وكلها كمان يعني مغذيه كلها، يعني زي ما احنا شايفين هي خدت معايا كميه سفندي كيلو ونص، فالطعم بتاعها يعني خطير جدا. انا طبعا مش اول مره اعملها، انا بعملها على طول الطريقه دي، والطعم بتاعها بيكون جميل جدا. عشان كده حبيت ان انا اشاركها كمان معاكم النهارده، وانتوا كمان تستفادوا بالطريقه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي ومنى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا ويا ريت كده تدعمونا باللايك والشير حبايبي، عشان يعني بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لاكثر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.